السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في المحاضرة السابقة المذربورد، وبدأنا بشرح تفاصيل الكومبوننت التي تتركب فوق أو على المذربورد. الآن أخذنا في بعد الأمر البايز، نكمل بعد المحاضرة بقية الكومبوننت والقطع الإلكترونية التي تتركب على المذربورد، ومن ضمنها الشيبسيت. الشيبسيت is a composed of various integrated It's a composed of various integrated circuits attached to the motherboard that control how system hardware interact with the CPU and motherboard. بمعنى أنه الشيبسيت هو عبارة عن integrated circuit IC على شكل مربع. IC مثل ما ذكرنا، IC هو عبارة عن قطعة مربعة للشكل مغطاة من السبيكة أو من بلاستيك صلد، توجد في داخله ملايين من الدوائر الإلكترونية المنطقية تعمل وظيفة معينة. إذن chipset هو عبارة عن integrate IC مربع شكل يحتوي أو يتكون composed من various integrated circuit من دوائر إلكترونية متعددة التاج في المذر بورد. طبعا هذا بس بتركب الى تركب على سطح المذر بورد الرئيسي. وظيفة هذا الشيبسيت هو control how system hardware interact with the CPU and motherboard. وظيفة هذا الشيبسيت هو السيطرة على كيفية التفاعل ما بين ال CPU وما بين الكومبوننت الأخرى، بين قطع الكومبوننت الأخرى المركبة داخل الحاسب. بمعنى أنه الـ CPU عندما يطلب أمر بتحميل مثلاً بيانات معينة من الهارد درايف أو من الـ CD درايف أو يطلب بإخراج بيانات معينة إلى أو خزنة في الهارد درايف أو في كارت الشاشة أو في كارت الصوت، أي عملية نقل للداتا تتم عن طريق أوامر، يعطي CPU أمر بالنقل الداتا. طبعا ينقل الداتا إلى الرام أغراض المعالجة، أو ينقلها من الرام إلى الهارد درايف أو السي درايف أو كارت الشاشة أو كارت الصوت أو إلى فلاش ميموري مثلا. عملية نقل الداتا لا تنتقل مباشرة إلى الميموري، إلى الرام مباشرة الرام الميموري، لكن هناك مرحلة وسطية تمر بها الداتا اللي هو الشيبسيت. ليش هذه المرحلة تمر بها مرحلة وسطية؟
وذلك لأن الداتا باص احنا قلنا على المذر بورد نوع من الباص باور باص والداتا باص. الداتا باص اللي هي تنقل الداتا المعلومات information ما بين الكومبوننت داخل الحاسبة داتا باص. سابقا كانت تتكون في بداية سنة الحاسبات من 16 لاين 16 خط. طبعا 16 خط تكون متوازية يعني خط بجانب خط تكون متوازية. نتيجة تطور الصناعة أصبحت الداتا باص حاليا 32 و 64 باص. طبعا كلها تكون متوازية. تنتقل الداتا في هذه الداتا باص تنتقل الداتا والمعلومات في الداتا باص بنفس الوقت بنفس اللحظة. بمعنى انه كل الخطوط كل الباص كل الخطوط الداتا باص تنقل المعلومات في نفس الوقت تنقل المعلومات في نفس الوقت. بمعنى انه كل باص ينقل 1 بت الباص ينقل 1 بت من المعلومات. إذا هذه داتا باص تكون في داخل تكون مطبوعة على المذر بورد، وأيضا هي نفسها تكون موجودة في الهارد درايف في الرام في السي بي يو. بمعنى أن كل حاسبة هناك لها داتا باص معين ثابت في كل الكومبوننت في المذر بورد في الهارد درايف في السي درايف تصير نفس الداتا باص. اذا كيف انه السي بي يو يستخدم نفس الداتا باص ولاكثر من غرض؟ من المعروف ان الحاسبه تعمل اكثر من عمليه تعمل اكثر مثل ما اخذنا سابقا تعمل اكثر من عمليه في نفس الوقت. تجي اكثر من عمليه ممكن أنا أشغل عدة برامج في نفس الوقت. البرنامج تحتاج إلى أن ينقل داتا من الهارد درايف مثلا إلى فلاش ميموري. إذا كيف السي بي يو يستخدم نفس الداتا باص في المذر بورد على كل هذه الكومبوننت في نفس اللحظة في نفس الوقت؟ الحقيقة يتم التحويل ما بين كومبوننت وآخر عن طريق ما يسمى chipset. بمعنى أنه الداتا باص على المذر بورد هي نفسها تنقل داتا، لكن هذه الداتا باص تنقلها في لحظة من الزمن من الهارد درايف، في لحظة أخرى عند الحاجة إلى تنقلها مثلا من السي دي درايف، ولكن ونفس الوقت من يخلص نقل الداتا ينقلها نفسها خطوط الداتا باص على المذر بورد تنقل الداتا من مثلا من الفلاش ميموري او بورت فلاش ميموري او من كارت الشاشة او الى كارت الشاشة. نفسها الداتا باص الموجودة في المذر بورد تستخدم لكل كومبوننت. من اللي يعمل لي كنترول عليها يعمل لي تفاعل يعني يربط ما بين أكثر من كومبوننت اللي هو الشيبسيت. إذا الشيبسيت allow the CPU to communicate and interact with the other components of the computer and to exchange data with system memory كما ذكرنا. إذا هو يعمل نقل الداتا من الميموري من هارد ديسك فيديو كارد and other devices. The chipset is establish how much memory can be added to the motherboard. إذا الشيبسيت هو اللي ينظم عملية نقل الداتا ما بين السي بي يو ما بين الرام ما بين الهارد درايف السي درايف ما بين كارت الشاشة ما بين اليو اس بي بورت مثلا الفلاش ميموري. يعني ينظم عملية النقل داتا لكون انه داتا باص على المذر بورد مثل ما ذكرنا هي نفس الداتا باص.
لكن يتم التحويل ما بين كومباوند وآخر. إذا جاءكم سؤال من هو المسؤول عن تحديد الداتا بس في الحاسبة؟ الجواب المسؤول عن تحديد الداتا بس في الحاسبة هو الشيبسيت. الشيبسيت بمعنى أنه إذا أريد نشتري حاسبة أو جهاز حاسبة، أول ما راح يسألون مكتب المجهز يسألنا عن الشيبسيت، بمعنى أنه كم تريد الشيبسيت، 32 إلى 64. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا الشيبسيت هو اللي يعمل يحدد أو هو اللي يربط أو ما بين المذر بورد وما بين الكومباوند والأخرى. أيضا الشيبسيت هو اللي يحدد لي establish how much memory can be added to the motherboard. مثل ما قلنا انه الشيبسيت هو يحدد لي حجم الميموري التي نربطها في المذربورد. راح نجي عليها بعدين بالتفصيل. الميموري اللي هي نقصد بها الميموري المؤقتة الرام، الذاكرة الرئيسية، الذاكرة الرئيسية الرام، نجي نربطها بالحاسبة وتكون قريبة من السي بي يو نوعا ما. زين، هذه الرام لك الرئيسية تقاس مثل ما قلنا بالسعة سايز. من يحدد لي حجم هذه السعة؟ هو الشيبسيت. لكل مذر بورد هناك تحديدات، كل مذر بورد راح نربط بها رام، نربط بها سي بي يو، نربط بها الدابتر كارت. ايش نربطه بالمذر بورد؟ هناك لوت محددات من ناحيه سرعه السي بي يو، يعني ما ممكن انا اجي اربط سي بي يو سرعته ما لا نهايه، لا. ليش؟ من يحدد لي هذا الشيء؟ هو الشيب سيت، وهو اللي موجود ويصاب بي. وكذلك حجم الميموري، ممكن ان اجي اربط اي حجم من الميموري، يعني هناك احجام مختلفة من الميموري. زادت طبعا نتيجة تطور التقنية زاد حجم الميموري السايز، لكن من راح يحددني المذر بورد؟ المذر بورد راح يحددني بحجم، طبعا هو ممكن انا ازيد الميموري الى اعلى شيء، لكن ايضا ممكن المذر بورد هي تحدد لي حجم الميموري الأعلى شيء هو ممكن أضيفه. إذن chipset يضاف أنه يقوم بعمل نظم عمل أو نظم نقل الداتا ما بين CPU وما بين motherboard والcomponents الأخرى، يعمل على تحديد الداتا بس، تحديد الداتا بس، ويعمل على تحديد الميموري سايز. إذا جاءكم سؤال هذا هو الجواب. هناك نوعين من الشيبسيت، divided into two distinct boards، North Bridge و South Bridge. هناك نوعين من الشيبسيت، بمعنى هناك نوعين من الIC أو الشيب في المذربورد. North Bridge و South Bridge. North Bridge هو control access to the RAM, video card and the speed at which the CPU can communicate with them. إذن هو North Bridge هو ينظم عمل أو ينظم نقل الداتا ما بين الرام، ما بين الفيديو كارد، ما بين CPU. وكذلك سرعة CPU، يعني ينقل الداتا ما بين CPU وبين الرام وبين الفيديو كارت، وينظم نقل الداتا، وأيضا يحدد سرعة CPU، أيضا يحدد
سرعة CPU. The video card is sometimes integrated on the motherboard. Video card is sometimes integrated into the motherboard. طبعا راح اشوفكم مكان وش بالضبط بالمذربورد، لكن خلينا نكمل هسه حاليا. النوع الاخر من الساوث بريدج. ساوث بريدج allow ساوث بريدج chipset. هذا النوع allow the CPU to communicate with the hard drive, sound card, USB port and other input output. اذا هذا النوع ينظم نقل الداتا والتفاعل ما بين السي بي يو وبين الهارد درايف، يعني ينظم نقل الداتا بين السي بي يو وبين الهارد درايف وبين الساوند كارد يو اس بي بورت اند اذر انبوت اوت بورت. هي اثنينهم النورث بريدج والساوث بريدج هو نفس العمل الرئيسي، هو تنظيم نقل البيانات بين السي بي يو والكومبوننت الاخرى، ولكن بالنسبة للنورث بريدج هناك يعمل في على كومبوننت معينة، والساوث بريدج يعمل على كومبوننت أخرى. النورث بريدج مثل ما قلنا يعمل ما بين السي بي يو والرام، السي بي يو والفيديو كارد، وبالنسبة للساوث بريدج يعمل نقل الداتا ما بين السي بي يو والهارد درايف، السي بي يو والساوند كارد، السي بي يو واليو اس بي بورت، CPU with other ports, other input output ports. إذا لاحظ مكانهم على المذربورد، إذا لاحظ هذه الصورة للمذربورد، هذه الصورة للمذربورد. طبعا النورث بريدج اللي قلنا عليه، هذا النورث بريدج حسب مكانه. مكانه إذا لاحظ هذا عندي، هذا الموقع هو نورث بريدج. طبعا هو يكون قريب على الرام، طبعا هذا هذا السلوت هو اللي الرام يسمى رام سلوت، وهذا عندي هذا عندي لي الفيديو كارت، هذا النورث نورث بريدج. الساوث بريدج هذا قلنا ينقل الداتا ما بين السي بي يو وما بين كارت صوت ساوند كارد وما بين اليو اس بي بورت. طبعا هذا يسمى ال expansion slot. expansion slot هذا ليش؟ هذا عندي علينا بعدين لإضافة الأدابتر كارد لغرض التوسيع، لإضافة ميزة جديدة وظيفة جديدة للحاسبة. أضيف كارت خارجي حتى أضيف هذه الوظيفة، هذه بالخلف هذه اللي تسمى بالبورت أو rear port، البورت الخلفية. هذا يسمى السوكت، هذا يسمى السوكت ليش؟ لتركيب السي بي يو. اذا السي بي يو وصب يركب على شيء اسمه السوكت. هذا اذا عندي هذا النورث بريدج، هذا النورث بريدج، وهذا عندي الساوث بريدج. هذا بالنسبة للتشيبسيت. تلاحظون ان احنا ناخذ جزء كومبوننت اللي تتركب على المذر بورد، وناخذ وظيفته تفصيل. ايضا من الكومبوننت اخرى تتركب على المذر بورد السي بي يو، طبعا هو اهم شيء، اهم عنصر في الحاسبة. السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية، known as the brain of the computer. إذا هو مثل عقل الكمبيوتر.
ومثل دماغ الكمبيوتر والمسؤول عن المعالجة في الحاسبة. طبعا الـ CPU يطلعون هذا شكله كون من جزء مربع الشكل أو مقطع مربع الشكل بهذا الشكل. في الوسط تحتوي على ملايين من الدوائر الإلكترونية والترانسسترات، ملايين من الترانسسترات. ليش تستخدم؟ تستخدم لغرض المعالجة، تستخدم لغرض معالجة البيانات، معالجة المعلومات. على السطح، طبعا على السطح هذا طبعا يمثل عندي السطح السفلي، السطح السفلي للـ CPU. السطح العلوي يحتوي على ما يسمى بالـ Heat Sink. السطح السفلي يحتوي على هذه، على مئات من نقاط الاتصال، نقاط الوصل، نقاط طبعا عبارة عن نقاط موصلة، مئات من النقاط الموصلة للإشارات الاستخدام. وتوصيل السي بي يو، توصيل السي بي يو بالمذربورد، توصيل السي بي يو بالمذربورد. شلون عملية التوصيل؟ تتم عن طريق انه يسمى بالسوكيت. هذا مكان يسمى السوكيت. طبعا السوكيت يحتوي على مئات من البنز، مئات من البنز. البنز عشان قلنا مثل ما قلنا هي عبارة عن موصلات، عبارة عن موصلات تشبه الدنابيز، موصلات تربط ليش الموصلات لغرض التوصيل بنقاط الربط، نقاط الربط الموجودة على CPU. هاي نقاط الربط حتى نوصل على motherboard نحتاج إلى pins. Most important element of computer system. إذا مثل ما قلنا هو الجزء الأساسي في الحاسبة. Execute a program which is a sequence of stored instruction. إذا CPU هو دائرة إلكترونية يحتوي على ملايين من الترانسسترات. شلون يعمل؟ يعمل على عن طريق برنامج. يعمل عن طريق برنامج. يعمل على برنامج اسمي هو اسم عند البرنامج، ومئات أو ممكن عشرات أو ممكن مئات أو آلاف من الخطوات، خطوات instruction أو إعازات. طبعا البرنامج يكتب لتنفيذ أغراض مختلفة، أغراض مختلفة. طبعا قلنا يتكون من آلاف من مئات أو آلاف من الخطوات الإعازات. هذه الإعازات تكتب في كل سطر، في كل سطر هناك إعاز، في كل سطر وتنفذ من الأعلى إلى الأسفل، تنفذ من الأعلى إلى الأسفل. هسه يمكن أنتم تاخذون في كورس آخر البرمجة باللغة السي، كيفية كتابة البرنامج. إذا البرنامج هو ينفذ من قبل السي بي يو خطوة خطوة، كل خطوة تنفذ مهمة معينة. طبعا هو برنامج راح ينكتب بلغات برمجة، هناك لغات برمجة صعبة انه واحد على المستخدم يحفظها اللي هي يسمى Low-Level Language أو لغة الماكينة. هناك لغات برمجة يسمى High-Level Language يكون مفهومة قبل اليوزر. طبعاً اللغة اللي تعامل معها CPU أو Component داخل الحاسبة يسمى لغة الماكينة Low-Level Language. يعني ما ممكن أن واحد ممكن يتعلمها لكن صعبة. تكتب هذه البرامج بالنسبة للسي بي يو، تكتب قلنا لكل سي بي يو هناك برنامج
يعمل على تنفيذه تكتب من قبل البرامج من قبل الشركة من قبل الشركة المصنعة. تكتب من قبل الشركة المصنعة. كل إعاز أو كل من هذه الإعازات يحمل أمر معين، قد يكون هذه الأوامر قد تكون أوامر كنترول سيطرة أو أوامر لنقل المعلومات أو أوامر لاستيراد المعلومات أو تصدير المعلومات أو أوامر كثيرة جدا. The CPU socket or slot is the connector that interfaces between the motherboard and the processor itself. إذا مثل ما قلنا شيء اسمه السوكت CPU socket هو ليش؟ طبعا هو يعتبر نقطة وصل السوكت نقطة وصل ما بين المذربورد وما بين CPU. يعني أشكو فاصل ما بين المذربورد والCPU هو نقطة الفاصلة هو CPU socket. إذا هو يعتبر نقطة وسطية الانترفيس. إذا الانترفيس خلينا نقرا مثلا الانترفيس ايش هو، نقول الانترفيس هو نقطة أو جزء وسطي ما بين الجزئين ما بين شيئين. بالنسبة للسوكت هو نقطة وسطية ما بين المذربورد وما بين CPU. Most CPU processors are inserted into the socket usually with zero insertion force. إذا CPU من يجي نركبه على السوكت، هذا CPU من يجي نركبه على السوكت راح أركبه مباشرة، أمسكه من الأعلى ومباشرة راح يركب على السوكت بدون أي قوة نهائيا، ويسمى بـ Zero Insertion Force. Zero Insertion Force يعني مباشرة أنا من أجي أركبه راح أخلي فقط اتجاه صحيح للـ CPU اللي هو عشان المربع وأتركه راح يركب مباشرة على السوكت بدون أي قوة تذكر. وهذه العملية تسمى بـ Zero Insertion Force بمعنى أنه ما يحتاج إلى قوة، قوة تساوي صفر. Zero Insertion Force refers to the amount of force need to install CPU. إذن ZIF هو تشير إلى القوة التي نحتاجها حتى نركب CPU على السوكت اللي تساوي صفر. هل ممكن يجيكم سؤال كفراغات أو كاختيارات؟ The socket on the motherboard determines the type of the CPU that can be installed. CPU manufacturers include Intel and AMD. إذن أنا بالنسبة لي كما ذكرنا سابقا أنه أول قطعة اللي أختارها في عملية التجهيز هي المذربورد. المذربورد هو اللوحة الأم. أنا أختار المذربورد واللي هناك أنواع كثيرة، وأيضا هناك مثل ما ذكرنا هناك تشيبسيت اللي هو 32. أختار مثلا المذربورد أختار التشيبسيت مالته 32 أو 64. بعد ما أحدد هذه راح أبدي أنا أنظر إلى السوكت CPU socket. أبدي أختار CPU socket. كل motherboard هناك socket معين لل socket معين لل CPU نوعية معينة، وعلى ضوء أنا أختار CPU. على ضوء أنا أختار CPU لأن مو كل socket هي متشابهة، مختلف حسب صناعة الشركة، وبالتالي سوف يؤثر على CPU أيضا شكل CPU صناعة المودية للCPU اللي أختاره. طبعا بصورة عامة هناك نوع من الCPU، يعني الشركات اللي تصنع الCPU هي فقط اثنان الانتل والAMD، واثنينهم شركات أمريكية ما فقط متخصصة صناعة الCPU.
The CPU executes a program, which is a sequence of stored instructions. Each model of processor has an instruction set which is executed. إذن مثل ما ذكرنا شرحناها سابقا الـ CPU يعمل على ينفذ برنامج والبرنامج هو عبارة عن مجموعة من الخطوات أوامر تنفذ خطوة خطوة طبعا هذا البرنامج يأتي يكتب من قبل الشركة المصنعة ويأتي مخزون في البروسيسر طبعا من اسمه خزن بمعنى انه السي بي يو هذا يحتوي داخلي على ميموري ذاكره ليش الميموري لان حتى نخزن البرنامج من قبل الشركه المصنعه اللي هو هذا البرنامج راح يحتوي على خطوات عمل CPU من بداية التشغيل لحد ما يفتح نظام التشغيل Windows لحد ما نشغل برامج أخرى Application. The CPU executes the program by processing each piece of the data as directed by the program and the instruction set. أيضا هاي ذكرنا أنه هذه الخطوات البرنامج يتكون من مئات أو آلاف من الانستركشن عازات ينفذ خطوة خطوة يسحب لما يخلص أمر انستركشن ينفذه ويسحب الأمر الثاني يعني هي كل الأوامر مخزونة في ميموري من داخل السي بي يو يسحب أمر ينفذه بعدين ينتقل الى الامر الاخر وهكذا الامر الاخر سحبها طبعا مثل ما قلنا بالميموري داخل السي بي يو هذه الميموري تسمى بكاش ميموري تسمى بكاش ميموري نجي عليها ايضا بعدين while the CPU is executing one step of the program the remaining instruction and the data are stored nearby in a special memory called cache. مثل ما قلنا هو البرنامج موجود في ذاكرة لكن من يجي السي بي يو ينفذ امر او instruction يسحب instruction واحد وينفذه زين الاوامر الاخرى وين موجودة؟ ونتكون من عشرات من الاوامر موجودة في ذاكرة داخل السي بي يو يسمى بالكاش ميموري كاش ميموري طبعا هذا الكاش ميموري ما فقط هي يتعامل برنامج لا انا من اريد اعالج بيانات عمل معالجه راح اخذ بيانات موجوده عندي وصف عندي مثلا بالماذر بورد بالهارد درايف او موجوده مثلا بالفلاش ميموري راح اجيبه انطي امر سي بي انطي امر راح اجيبه احمله وصف من الهارد درايف او سي درايف او فلاش حمل على الرام حملت الداتا مالتي سي بي يو من يجي يعالج يعالج ايضا جزء ما يعالج كل الداتا دفعه واحد يعالج جزء يجي يسحب جزء من الرام بس بخليها بالكاش ميموري وعالجه يخلص هذا الجزء يسحب جزء اخر من الرام ليش هاي عمليه انه الرام ما يتعامل مباشرة مع الرام السي بي ما يتعامل مع الرام او ما يتعامل مع هارد درايف او سي درايف ليش؟ لان السي بي يو انه هو ينفذ او يعالج الاف من الخطوات يعالج الاف من البيانات بسرعة عالية بسرعة عالية جدا شلون انا ازيد السرعة انا
أجي أعالج بيانات بسرعة عالية، غير أكو مقابيلي من ينطيني البيانات أيضا بسرعة عالية يسلمني بسرعة عالية. أي ما تمام، أنا ما أرجع في هذه السرعة في نقل البيانات أو التعامل مع البيانات، أحتاج إلى ذاكرة سريعة أيضا اللي هي الرام، لكن نتيجة السرعة نتيجة زيادة سرعة الحاسبات سرعة السي بي يو ومعالجة البيانات أصبحت الرام أيضا بطيئة، فاخترعوا ما يسمى بالكاش ميموري. الكاش ميموري هي ذاكرة تخزن المعلومات، ولكن تتميز بأنها سريعة جدا، بينما الهارد درايف هو أيضا يعتبر ذاكرة تخزن معلومات، لكن يمتاز يتميز أنه بطيء جدا لأنه يحتوي على أجزاء ميكانيكية موتور كالموتور مثلا. CPU يقاس بشيئا، إن أنا أجي أشتري CPU أو أتعامل مع CPU يقاس بشيئا is measured by the speed and the amount of data that it can be processed. إذا يقاس بسرعة CPU، سرعة CPU اللي هي سرعة معالجة البيانات، سرعة معالجة البيانات و amount of data كمية البيانات التي يعالجها. إذا الـ CPU يقاس بسرعة CPU، سرعة معالجة البيانات، ويقاس أيضا بكمية البيانات التي يعالجها لكل ثانية أو لكل أجزاء من الثانية. The speed of CPU is rated in cycle per second. إذا سرعة CPU أشني السرعة تقاس ب cycle per minute. Cycle per minute يعني تقاس rated تقاس cycle per minute يعني دورة لكل ثانية. The speed of current CPU طبعا هذه سايكل بير سكند دورة أو لكل ثانية تسمى بالهرتز، تسمى بالهرتز. الهرتز اللي هي عندي إشارة معينة طبعا تسمى حاليا بالنسبة للسي بي يو الحاسب يسمى كلوك. كلوك إشارة إشارة نبطية pulse تتكرر نفسها تتكرر في كل ثانية، تتكرر في أجزاء من الثانية. كم مرة تتكرر هذه الموجة في الثانية هو يسمى بالهرتز. كلما كان تتكرر أكثر كلما كانت الهرتز أكثر، كلما كانت كلما كانت سرعة CPU أكثر. حاليا الموجود في السوق المتوفر وصل السرعة إلى وصل إلى ميجا هرتز أو إلى جيجا هرتز. طبعا الميجا هو 10^6 هرتز والجيجا 10^9 هرتز. طبعا بمعنى انه ميجا هرتز مثلا 1 ميجا هرتز لانه مليون دورة الثانية الواحدة. صوروا اشقد سريع عندي ما نقول 1 جيجا مثلا او 10 جيجا 1 جيجا هرتز هي مليار دورة بالثانية الواحدة.
إذن CPU يقاس بال يقاس بسرعة أو يقاس بسرعة معالجة البيانات اللي هي الكلوك، ويقاس أيضا بكمية المعلومات التي يعالجها. كمية المعلومات التي يعالجها amount of data that the CPU can process at the one time depends on the size of the processor data bus. إذن كمية المعلومات التي يعالجها CPU بنفس الوقت تعتمد على إيش؟ تعتمد على ما يسمى بال data bus، تعتمد على عدد الداتا بس. كما قلنا أن الداتا بس هو مثل عندي خطوط نقل الداتا في الحاسبة، وهي نفسها في المذر بورد، في الرام، في السي بي يو، هي نفسها نفس العدد. في كل مكان الداتا بس أكبر، في كل مكان كمية المعلومات اللي تعالجها السي بي يو أكثر. شيء منطقي، لأن إنه عندنا إذا كان عندي 16 خط داتا بس أو 32 زادت 32 أو زادت إلى 64، من المنطق إنه خطوط النقل الداتا هي تزداد، بمعنى إنه كمية المعلومات اللي تنتقل واللي تصل إلى السي بي يو كبيرة. بمعنى آخر أنه كمية المعلومات التي يعالجها راح تصير أكثر. This is called also called the CPU bus or the front side bus. طبعا هذه الخاصية هي اللي قلنا عليها أنه كمية المعلومات اللي تم عليها كمية المعلومات التي يعالجها CPU تسمى أيضا بال CPU bus or front side bus، تعتمد على الداتا بس الموجودة عندي في البروسيسور، وهي تسمى CPU bus or front side bus. مجرد تسميات. أيضا هاي ذكرناها، the wider the processor data bus width the more powerful the CPU is. كل ما كانت الداتا بس أكثر أو كل ما كان الـ front side bus بالنسبة للـ CPU أكثر، كل ما كانت أحسن، يعني كمية المعلومات التي يعالجها أكثر. إذا جاك بسؤال مثلا ماذا هو الـ شنو نعني بالـ FSB front side bus، المفروض أنت تعرف أنه هي مثلا عندي the size of processor data bus، مثلا عندي data bus موجود في داخل البروسيسور. من CPU يقاس شيئا سرعة معالجة البيانات تقاس بالهرتز، وكمية المعلومات التي يعالجها في نفس اللحظة، وتعتمد على داتا بس الموجود داخل البروسيسور. هل يمكن يجيكم سؤال الجواب ذكرناه؟ اكو خاصيه بال سي بي يو، اكو خاصيه بال سي بي يو تسمى الام ام اكس. هناك خواص كثيرة بالنسبة للـ CPU. احنا نذكر معلومات ولو تكون تفصيلية، لكن هناك معلومات أكثر ممكن أن الواحد يتوسع بها. الـ MIX هو HD is a set of multimedia instruction built into the Intel processor. Enabled microprocessor can handle many common multimedia operations that are normally handled by the various sound or video card. مثل ما ذكرنا أنه CPU بيعمل
عن طريق برنامج اللي هو مكون من instruction مئات من الإعازات. هناك أيضا طبعا هذا الـ CPU قلنا موجود في رسم متركب على المذربورد، ولكن من أريد أنا أستخدم معالجة، طبعا هو أيضا يستخدم حاليا هذا الـ CPU معالجة نصوص تكست، معالجة صور، معالجة فيديو، لكن استخدامه يكون محدود نوعا ما. أنا من أريد أعالج ملفات صوتية أو ملفات فيديوية أو ملفات صورية، من المعروف أنه الفيديو والصور تحتاج إلى حجم كبير، يعني حجمه كبير، صور الفيديو الصوت، وبالتالي من نجي نحتاج إلى معالج عالجها. سوف يكون المعالج لا يستحمل على عدد كبير من البيانات، ولهذا صنعوا ما يسمى بالفيديو أدابتر، فيديو كارت أو فيديو أدابتر والساوند كارت ساوند أدابتر. ليش هذا؟ هذا عبارة عن كارت إضافي نضيفه إلى الحاسبة حتى يزيد لي من معالجة الفيديوهات والصور، والساوند كارت أيضا نضيفه إلى الحاسبة حتى يزيد لي من معالجة الصوت، كارت إضافي حتى يزيد لي من معالجة الصوت، يعني يصير شيء مستقل. إذا هاي ما موجودة عندي، هاي ما موجودة، لاحظ أنه عملية المعالجة تكون محدودة بالنسبة للفيديو والصوت والصورة، لكونه تحتاج لأنه تميز منه ذات حجم عالي. هذا كارت الصوت وكارت الصورة، كارت الفيديو تحتوي بداخله كود كارت، تحتوي بداخله على CPU، على معالج منفصل، على معالج منفصل خاص بي، يحتوي أيضا على ميموري خاص بين. ما دام عندي CPU منفصل، CPU منفصل يحتاج إلى ميموري أيضا تكون قريبة عليه. إذا كل كارت تحتوي على CPU وعلى رام منفصلين خاص بهذا الكارت، وتكون قيمتها وتكون منفصلة ومتخصصة فقط للغرض المعني، مثلا معالجة الفيديو، معالجة الصوت، مما يوفر لي إمكانيات عالية. ليش مثلا نستفاد منها؟ مثلا تشغيل جيم، ألعاب معينة، تشغيل برامج قوية مثلا عندي أوتوكاد، 3D ماكس، تشغيل مثلا برامج أبلكيشن، معالجة الصور، فوتوشوب، لا تحتاج إلى معالجة عالية. من يمكنني هذه كارت إضافية. مثل ما قلنا أنه هناك CPU منفصل، داخل هذا CPU هناك أيضا إشني؟ طبعا CPU، كل CPU قلنا يحتاج على برنامج عمل، برنامج حتى يصير علينا. زين، إذا أخذنا جزء من هذا البرنامج، أخذنا جزء من هذا البرنامج الموجود عندي في كارت الصوت الفيديو، جزء من هذا البرنامج أخذناه وخليناه بالـ CPU الرئيسي، بالـ CPU الرئيسي مش بالحاسب. إيش راح يصير عندي؟ راح CPU الرئيسي راح يزيد خصائصه، راح يزيد ميزاته، راح يصير عندي يعالج لي ملفات فيديوية أكبر، الصوت أكثر. طبعا ملفات الصوت والفيديو تسمى مالتي ميديا. إذن من ناخذ جزء من هذا البرنامج الموجود في كارت الصوت، كارت الصورة، كارت الصوت، كارت الفيديو،
محولين محولين بال سي بي يو الرئيسي راح تسمى هذه الخاصية بال ام اكس. ال ام اكس هو ست هو مجموعة من الأوامر ملتيميديا ستاشن بلت انتو توضع في البروسيسور الرئيسي. انيبلت يمكن البروسيسور من معالجة and handle many common multimedia operation معالجة ملفات أو قم بعملية معالجة ملفات operation أو عمليات الصورية والفيديوية والصوتية that are normally handled by separate واللي من المفروض يقوم بها كارت الصوت أو كارت الفيديو. إذا هو AMX هو تحويل أو خزن جزء من ملفات أو من خطوات أو من برنامج موجود في الصوت أو الصورة أو الفيديو تحويل جزء من هذا البرنامج إلى CPU الرئيسي موجود في المذربورد. ليش؟ حتى زي من مميزات CPU الرئيسي في معالجة ملفات الملتيميديا الصوت والصورة والفيديو. هذا أيضا ممكن يجيكم كفراغات كخيارات أو ممكن يجيكم كتعريف مبسط. بالنسبة للCPU نتيجة تطور أيضا الصناعة شلون عندي عدسات عندي سرعة CPU واسع حاليا ازدياد في سرعة CPU. أنا مثل ما قلنا ذكرنا أن CPU يقاس سرعته بالهرتز شنو ازدياد هذه. سابقا بدأ مكان ما أنا أخلي نفس المعالج طبعا CPU هو هذا لا زال هو مربع الشكل نفس الحجم لكن سرعة تزداد. كيف ذلك؟ بدأوا يخلون أكثر من معالج داخل نفس الحجم أكثر من كور لأن هذا المعالج يسمى بالكور. بدأوا ليش بدأوا داخل نفس المساحة بدأوا يخلون أكثر من معالج بسبب تطور التقنية صناعة السي بي يو تطور التقنية صناعة الترانسسترات سمى بالنانو تكنولوجي. بدأ يخلون أكثر من معالج داخل نفس الشيب نفس المساحة وما أدى إلى زيادة السرعة. يعني أنا مكان ما أعالج قلنا إحنا كل سي بي يو أعالج كمية من المعلومات كمية من البيانات. إذا أنا خليت نفس معالجين نفس المكان ايش معناته؟ يعني انا كمية معالجة البيانات راح تصير ضعف. اذا خليت ثلاثة خليت اربعة كمية المعلومات اللي انا اعالجها راح تزداد واللي هي ايش هي؟ هي تمثل لي قوة مثل قوة السي بي يو في المكان زادت معالجة كمية معالجة البيانات في المكان السي بي يو افضل. إذا كان يحتوي CPU على single core CPU one core inside a single CPU chip هذا يعني النوع القديم إنه معالج فقط واحد داخل نفس الشيب يسمى single core. إذا خليت أكثر من معالج صار اسمه dual core CPU two core inside a single CPU chip in which both core can process information at the same time. إذن راح أخلي معالجة داخل نفس المساحة وبالتالي المعلومات التي تعالجها راح تصبح أكبر. حالياً وصل إلى ما يسمى ب Core i3 Core i7 Core i9 بمعنى أنه عدد المعالجات ازدادت. الحقيقة لا يشير Core i3 لا يشير عدد Core لكن هي مجرد تسميات ولكن دليل على انه العدد الكور ازداد كور i7
على 9 في سبيلتر نفس العدد، لكن عدد الكور ازداد. كل ما زاد عدد الكور ازدادت كمية معالجة البيانات وازدادت قوة السي طبعا. لما نجي ايضا نحن اخذنا بعض المعلومات عن السي بي يو، طبعا هي معلومات كثيرة لكن ممكن انا اختصرها بالمجمل. نجي الى شيء اخر، كومبوننت اخر تركب على مذر بورد يسمى بالكولينج سيستم. كولينج سيستم ايش هي الكولينج سيستم؟ ليش هذه الكولينج سيستم؟ طبعا هذه الكولينج سيستم يتكون من جزئين، يتكون من جزء من الالمنيوم، طبعا هذا يشبه الراديتر ويسمى ايضا راديتر، وجزء الفان. جزء الفان هذه الجزء الراديتر من الالمنيوم توضع، وين توضع؟ على السي بي يو، توضع لصق على السي بي يو، توضع لصق على السي بي يو، وتوضع فوقاته على توضع فوقاته الفان البنك. فائدتها هي انه بسبب انه السي بي يو لكون انه يعالج بيانات بسرعه عاليه تولد هناك حراره، منه يحتوي على الالمنيوم ترانزستورات تولد حراره عاليه. هذه حالة لازم أنه نرفعها من أو من السي بي يو، لازم أنه نخلص السي بي يو منه، فنستخدم ما يسمى بالهيت سينك. هيت سينك حتى يسحب الحرارة، مبدأ نفس مبدأ عمل راديتر السيارة بالتبريد، تسحب الحرارة من السي بي يو. ولتسريع عملية السحب هناك توضع الفان فان كأداة تعمل على السحب الحرارة بسرعة عالية إلى الخارج. طبعا إذا حصل هناك توقف بهذه الفان، سوف هناك نظام حماية طبعا داخل الحاصلة، نظام حماية إذا وقفت أو أطلت هذه الفان قبل ما تصل درجة حرارة معينة، سوف تعمل الحاسبة تطفى، ستتوقف الحاسبة عن العمل تطفى لحماية السي بي يو ولحماية الحاسبة، لأن إذا ما استمرت الحاسبة بالعمل سوف تتلف الحاسبة، جميعا ماذر بورد والسي بي يو. أيضا هناك بالإضافة إلى الفان الموجودة على السي بي يو، هناك أيضا هناك يسمى بالفان توضع على الكيس، طبعا هذا الفان من المفضل أنه توضع، لكن هناك من يختار أنه لا يركبها على الكيس. هذا الفان موجود على الكيس، بس تقوم بسحب الحرارة من الكيس، من الجو الموجود بالكيس إلى الخارج. إن هذه الفان موجود على السي بي يو سوف تسحب الحرارة إلى الخارج، خارج السي بي يو راح يصير في مجال الكيس، ثم يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكيس وارتفاع درجة حرارة القطع الكومبوننت الأخرى، الرام، الأدابتر كارت، كله تحت ارتفاع درجة حرارة. فايش يعمل بعد ما اسحب الحراره من السي بي يو؟ لازم عندي فان بانكا يسحب الحراره الى خارج الكيس، توضع في هذا المكان يسمى بالكولينج سيستم، طبعا شيء اشرحنا انه هو طبعا موجود مذكور كله بالانجليزي. الكترونيك كومبوننت جنريت هيت هوز مثل ما قلنا تولد حرارة. طبعا كل ما كانت الكومبوننت الداخلية داخل الكيس
ثم كانت باردة أكثر ثم كانت تؤدي أفضل أداء. كل ما تحمى الكمبوننت كل ما عملية كل ما كان الأداء أقل أيضا بالإضافة إلى هذه الفان موجود على السي بي وعلى الكيس، هناك فان أخرى موجودة أيضا على الفيديو كارت. فيديو كارت مثل ما ذكرنا أنه الفيديو كارت فيديو كارت الساوند كارت يحتوي على سي بي يو ورام منفصل. فهذا السي بي يو ايش يعمل؟ ايضا يقوم معالجة البيانات الفيديوية والصورية والصوتية. ايضا ايش يعمل؟ تبدأ بدرجة حرارة بسبب الصورة العالية، لهذا يجب ازالة هذه الحرارة عن طريق الفان. ايضا يوضع هيت سينك وفان على حسب يوضع على السي بي يو الموجود على كارت الفيديو. طبعا كارت الفيديو يحتوي على معالج، هذا المعالج ايش يسمى؟ يسمى جي بي يو، يسمى جي بي يو اللي هو جرافيك بروسيسر يونت، بروسيسر يونت. الفان الرئيسي السي بي يو الرئيسي يسمى بالسنترال بروسيسر يونت، بعد ما هذه المركزية. السي بي يو او البروسيسر الموجود على الفيديو يسمى جرافيك بروسيسر يونت. توضع على هذا السي بي يو او جي بي يو ايضا توضع على الفان هيسينك وفان وقاته بيسحب الحرارة الى خارج. هناك ايضا نظام تبريد ممكن يستخدم في بعض الحاسبات يسمى بالووتر كولينج سيستم. ووتر كولينج سيستم هذا النظام التبريد ممكن، احنا قلنا نظام التبريد السابق اللي هو هيسينك وفان. نظام التبريد ممكن انه يوضع نتيجه سرعه عاليه للسي بي يو الرئيسي والجي بي يو، سرعه عاليه توجد حراره عاليه جدا، ولحفاظ على اداء افضل للحاسبه بتبريد الكومبوننت داخلي يستخدم ما يسمى بالووتر كولينج سيستم. حيث يستخدم هذا النظام الووتر لتبريد الماء لتبريد. شلون هذه الطريقة؟ A metal plate is placed over the processor and water is pumped over the top. لأنه هو قطعة من الحديد توضع على السي بي يو على البروسيسور من أساساً على البروسيسور. And water is pumped. Water يتم بضخ بمضخة تقوم بضخ الماء على هذه قطع الحديد موضع السي بي يو. تقوم بكولكت سحب الحرارة لأن الماء بضخ الماء سوف يمتص الحرارة من الحديد ثم يذهب الماء إلى the water is pumped to the radiator. يذهب الماء أو ضخ يعني نظام مغلق ضخ إلى radiator radiator اللي السيارة design مختلف تعمل هذا radiator على تبريد الماء عن طريق أيضا فان أو بانك موضوع على radiator وهكذا يرجع الماء مرة له إلى السطح السي بي يو تصحارة وما ثم أيضا إلى الراديتر للتبريد. طبعا هذه طريقة تستخدم في المعالجات السريعة جدا حتى تضمن أنه لا يحدث ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر.